سوق الهديم، سوق تاريخي تقريبا عنده 80 سنه، من 1936. من 1936 هذا السوق التاريخي اللي بعد معركه ديال القراد الملحلول الشهيره اضطرت المستعمر الفرنسي الى بناء هذا السوق اللي كان هو عباره عن سوق عشوائي في ساحه الهديم. تبنى هذا السوق والحمد لله كان تماك، يعني كنا من الاوائل، الجد ديالي الله يرحمه اللي كان عنده المحل هنا، والسوق اللي هو متميز ومعروف وطنيا انه من الاسواق التاريخيه اللي هي يعني يجب تثمينها وتطويرها. وهذا السوق التاريخي تعتمد على المنتوجات المجالية، هذه المنتوجات المجالية المرتبطة بالتمور اللي تجينا من منطقة الرشيدية، مرتبطة بالزيت البلدية من نواحي المكناس، مرتبطة بالمقطرات ديال المزهر وموارد اللي تتصنعها أيادي النساء المكناسيات، كذلك الحلوى الشباكية المكناسية، يعني الزيتون المكناسي اللي معروف بالجودة ديالو وبواحد الطريقة ديال التحميض اللي هي متميزة على مثيلاتها يعني في مجموعة ديال المدن ديال المغرب. إذن هذا هو سوق تاريخي. عرف الإصلاح تقريبا بعد الفترات من 96 والآن عرف فترة، لكن للأسف هذا السوق لا يزال لم يكتمل كما أن الجماعة لم ترصد له الميزانية اللازمة باش يكون السوق يعني في واحد الحلة جميلة يعبر عن الثقافة المكناسية، يعبر عن المنتوجات المجالية. نحن في حاجة للجليج البلدي، نحن في حاجة للزخرفة المكناسية، باش يكون واحد السوق تاريخي اللي هو تزوره على الأقل يوميا واحد 200 حتى 300 سائح، واحد الوجه حضاري لهذه المدينة المكناس. نتمنى من برنامج التثمين ومن كل العمليات الإصلاح، الآن مكناس الحمد لله واحد الورش اللي هو مفتوح للإصلاح، يعني مجالات مفتوحة كثيرة. نتمنى حتى الورش ديال الهديم يواكب هذا الورش، لان هذه لؤلؤه. كاين الحمد لله باب منصور، كاين الحمد لله هنا المتحف ديال الموسيقى اللي الان هو معلمه مكناسيه وطنيه نفتخر بها، وحتى هذا السوق يعني الجامعي يعني. ونتمنوا هذا السوق كذلك يضاف الى مثل هذه اللؤلؤات وهذه التحف، يكون واحد المعلمه تجاريه واقتصاديه وسياحيه. طبيعة الحال اي درهم خسرتي على هذا السوق هو غيرجع بمضاعف، لانه سوق اقتصادي. والسائح الحمد لله رغم هذه الاصلاحات اللي ما كايناش كما يجب، ولكن مع ذلك ينبهر بكثره الخير اللي فيه، ينبهر بالمنتوجات يعني المتنوعه والمتميزه وبالجماليه ديال هذا السوق. الحمد لله السوق كان عنده طابع، والان عنده طابع، كان عنده واحد الطابع تقليدي، كانوا التجار تيستفوا مثلا الزيتون بواحد الطريقه تقليديه، التمر تيستفوا بواحد الطريقه تقليديه، فقدنا ذاك التنوع. مثلا الخضر ما بقاتش، الفواكه ما بقاتش اللي كانت في السوق، واللي كانت بغيتي تقدا احسن ديسير في مكناس كنت تتهبط لسوق الهديم، تتلقى التفاح المزيان، تتلقى الاجاص، تتلقى جميع الفواكه والخضروات يعني بالجوده الرائعه، فقدناهم. والان زحفوا بعد الحرف جديده بحال الحرفه ديال الكاطو اللي ما كانتش، واللي الحمد لله اللي بدعت فيها المراه المكناسيه باشكال متميزه ومتنوعه. وتبارك الله يعني الاعراس والحفلات من جميع المدن تيجيو الان، معروف هذا السوق بالحلويات، ومعروف كذلك بالتوابل المكناسيه، بالخلطات، الخلطات المروزيه والخلطات راس الحانوت، الخلطات العطريه الكفته والعطريه ديال الدجاج، وتتوجد هنا يعني حتى اي حاجه تتاسس المائده المكناسيه ولا المائده المغربيه هو موجوده، والسياح تيزوروه بواحد القوه وتتقداو منه المس، كيتقداو منه، يعني سوق متنوع وسوق تاريخي هو امتداد للماضي. وحنا كجيل الولاد دوك الناس اللي كانوا يعني سنحاولوا نطوروا، سنحاولوا نكونوا في مستوى كما كان فيه الاجداد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.